نعم. راح يعتمد المهندس المدرب المهندس الألماني توني كروس أمام باير ميونخ حقق واحدة من أفضل العلامات في المباراة، 8.5 كان تقييمه، لديه تمريرة حاسمة، لديه 5 التحامات خرج فيها منتصرا من أصل 6، يعني كان قويا جدا في الالتحامات الثنائية. نسبة نجاح تمريرته كانت 96%، يعني 79 تمريرة ناجحة من أصل 82، ضيع فقط 3 كرات من 82 كرة لمسها توني كروس، واحد من أفضل ما أنجبت الكرة العالمية في خط وسط الميدان في 20 أو 30 سنة الأخيرة. نعم، أو لاعب بالذكاء الاصطناعي، متوسط ميدان لن يتكرر على الأقل في السنوات القليلة القادمة. توني كروس لعب بحرارة زائدة أمام ناديه السابق بايرن ميونخ الذي فرط فيه وهو في نهاية البايرن. نعم، هداري قد يخرج من ريال مدريد في نهاية الموسم. نعم، أمس كان في حديث كبير في موفي ستار ليغا دي كامبيونز بين موريونتاس والحارس السابق لنادي فالنسيا كانيزاريس حول عقد كروس. كروس لحد هذا الموسم ربما قدم واحد من أفضل مواسمه مع ريال مدريد. لما تشوف وسط الميدان بتدخل الغول ديالو مخبي شوية ما يبانش، لأنه هو كان وسط ميدان من قبل. يمكن يقول لك أن جوار كيما توني كروس لازم تكون تبع مليح كرة قدم باش تقدر تعترف بالدور اللي يديره فوق أرضية الميدان. هذا الموسم أنا كنت شاهد العديد من مباريات ريال مدريد، في كل مرة يقدم مباريات في المستوى. هذا الموسم كان موسم رائع جدا بالنسبة لتوني كروس. بعد هذا الهدف بايرن ميونخ عاد، الصحوات كانت يعني على فترات ولكنها أثمرت هدفين، واحد عن طريق اللاعب المباشر وواحد عن طريق ركلة جزاء. قاسي سعيد، نادي بايرن ميونخ يعني في مسلسل دوري الأبطال يعتبر من الشخصيات البارزة، نادي محطم داخليا لم يفز بأي شيء محليا، وفي الأخير تجده في النصف النهائي يقارع واحد من أعظم أندية العالم ويبقي على حظوظه كاملة في لقاء العودة. هاري كين قال سنذهب إلى البرنابيو من أجل الفوز وتأهل هناك. هذا ولحب لامين بن شابين مشى ارواحه ومشى البرنابيو وفوزيك لامين. الباير رغم المعاناة اللي وجدها في الدوري الالماني ولكن يبقى هو دائما كبير في اوروبا، يعني حتى لو كنشوف وراء الريال مدريد هو ثاني فريق اللي عنده الكؤوس. لا ميلان سبعة، ميلان جمهور البايرن عنده 5، يعني تقريبا فريق اللي متعود باش يفوز برابطة الأبطال. تبقى هذه المقابلة، هذه مقابلة كانت قوية. لو تشوف حتى الأهداف اللي سجلها، أنا نقول بلي في الهدف الأول كان نقول كان شوية خطأ تاع مندي، خاصة مع عودة ربما ديليخت لمحور الدفاع. مباراة العودة حذاري من نادي بايرن ميونخ، لأنه ريال مدريد هذا الموسم والموسم السابق حتى المواسم التي فاز فيها بدوري أبطال أوروبا مبارياته مباريات العودة لما يلعب في برنابيو دائما يجد صعوبات كبيرة أمام المنافسين. هذا الموسم أمام لايبزيغ في الدور 16 عانى الأمرين من أجل التأهل، ضد سيتي في ملعب البرنابيو أيضا كان تعادل بهدف مقابل هدف. نذكر في النسخ الماضية في كل مرة كان يعاني في ملعب البرنابيو، لذلك مع إلغاء أفضلية الهدف خارج الديار مباراة العودة راح تكون ربما نهائي قبل الأوان. يبقى ريال مدريد دائما هو المرشح الاول رغم انني نبقى دائما المرشح بايرن ميونخ، لكن لما تشوف ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا شيء ريال مدريد في دوري الابطال مختلف على كل انديه اوروبا. لما تشوف الريال احصائياته 33 نصف نهائي في دوري ابطال اوروبا، 17 نهائي و14 لقب لحد الان. سيدي شيف خليه يهضروا على روحهم كما يقول لك قاسي سعيد. هذا النادي يملك شيء خاص في دوري أبطال أوروبا، يحب المنافسة، وحتى ذات الأذنين مثل ما تلقب دوري الأبطال تحب ريال مدريد، لأنه في بعض المرات تحس وكأنه معجزة. الجميع تذكر الموسم اللي فاز فيه من كان أفضل أمس، البايرن أم الريال؟ ستي ماتش كيليبري، كل فريق لقاء متوازن. نشاهد هدف ليروا صانيا الذي عدل به النتيجة مثل ما تشاهدون. قاسي سعيد، صاني جاء من بعيد بعمل فردي، هل هو خطأ لونين؟ وهل هو خطأ؟ لونين الحارس. لا أولاً ماندي. استنى مشي ماندي. شوف السرعة اللي انطلق بها. لازم تكون في مكان ماندي محمد. شوف السرعة اللي تنقل بها صاني، ما تعرفش كاع مين راح يروح لك. شغل جاز، شغل ما كاش مدافع. علاش ما كاش مدافع؟ ما كاش في وضعية لائقة للتسجيل. كي تدخل داخل 18 متر تقيسو وضربة جزاء.
والسرعه اللي انطلق بها كانت سرعه فائقه. ضرب باللي الخطا كان نرتكبه الحارس اللي كان يستنى الكره في حتى في القائم الثاني. حتى 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 خطا الحارس لا لا عنده ارتكب خطا في التغطيه لانه سجلوا من زاويه مغلقه ميته ماشي المغلقه ميته صح. التسديده كانت قويه جدا سريعه ما بيكون عندك ريفلكس تفوتك. شوف دقيقه جدا وسريعه جدا وقويه جدا. شوف القوه شوف السرعه اليمين شوف السرعه كيفاش داخلي تقيسوا عليه تقيسوا ضربه جزاء صعيب باش تحكم واحد اللاعب كيكون جاي ليك مباشره بسرعه فايقه صعيب باش تحكم. شوف هنا ما تقدر انا بالنسبه لي ما نلوم ولا واحد في هذا الهدف حتى الحارس لوني لا صح لا لا, لا, لا فيه لوم للحارس القائم الاول بصح التسديده كانت قويه جدا. لا ميدو لو كانت تسديده في الزاويه البعيده ولم يلحق بها التسديده كانت امام الحارس. شوف برك كيفاش جا لي روساني وشوف الحارس وضعيته. ممكن لو تسال مدرب حراس يعرف افضل منا ولا حارس مرمى سابق وضعيته وقوف لونين. انا بالنسبه لي صحيحه 100% لانه ما تقدرش تروح تلصق البوطو. لم نقل بانه وضعيته تدخل لونين كان بطيء ميدو. ما كانش بطيء الكره كانت سريعه ما تقدرش. هذه افضل ربما الحراس في العالم. هذه نوير ما يجيبهاش لانه شوف اللاعب دخل جون اولا جون دياغونال بلا فيتاس لابال كانت تبومبيل عطاك له الوقت باش يضرب بونفورس لانه الكره دارت تيغو بون قبل ما يضربها قاسي سعيد. لما ضربت الكره لما جاي يضرب الكره وكانت عاود تشوفها دارت تيغو بون تالمون جاب بها فيتاس دارت له تيغو بون فافورابل وين ضرب بالكوت بي ديريكتومون البريمي بوطو. ما الحارس انا اعتقد بانه لا يلام لونين في هذا الهدف لان الكره كانت سريعه وقويه جدا ما تقدرش تصدى لها. لونين الذي يستعد لتجديد عقده مع نادي ريال مدريد الى غايه 2028 بغض النظر عن مباراة الأمس أمين لونين يقدم مستويات خرافية مع نادي ريال مدريد ويهدد مكانة الأخطبوط. أكيد الإصابة التي تعرض لها تيبو كورتوا ليست إصابة سهلة على الإطلاق. الآن تساؤل هل سيعود تيبو كورتوا إلى مستواه السابق؟ لا ننسى أيضا أنه شفي من الإصابة ثم تعرض لإصابة أخرى أبعدته لشهرين آخرين عن الملاعب. عاد الأمس كان على بالي عاد بصح نحكوس ما وصر لتيبو كورتوا. من الصعب جدا أنه يعود إلى مستواه. الآن لونين يتواجد في أوج عطائه يقدم مباريات في أعلى مستوى. أمام مانشستر سيتي كان واحد من أسباب التأهل واحد من أهم أسباب التأهل خصوصا في مباراة العودة بعد التصديات الكثيرة التي قام بها أمام نجوم مانشستر سيتي. لذلك تجديد عقده هي خطوة منتظرة وخطوة مستحقة للحارس الأوكراني. بايرن ميونخ وصل بعد ذلك مسيرته الناجحة في هذه المباراة واستطاع أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق ركلة جزاء الأمير هاري تكفل بتنفيذها وتسجيلها. شاهدوا ولو أن أحد لاعبي ريال مدريد أعتقد جود بيلينغهام أشار التشويش عليه لا أشار للحارس بأن يقفز من تلك الجهة ولكنه لم يفعل وقفز في الجهة الأخرى. كي لو نشوفوا اللقطة كين كي جاي ضرب دار بون ما تقدرش دير طون داري كومبليتمون باسكو الحكم يصفر لك مخالفه ضدك وينحي لك ركله الجزاء لكن دار شغل امتي طونداري وخلى رجلو خلى القدم ديالو تمشي في الارض ما موقفهاش. اعتقد بانو لونين كان تحرك قبل الوقت وهاري كين في العاده ركلات الجزاء يضربهم كيما الان شيرر.